باشا. صباح الفل يا باشا. ازيك؟ الف الف مبروك. الله يخليك. ومن قلبي والله. الله يخليهم لك. مش العريس برضو؟ لا مش العريس. ولا العروسه؟ ايه في ايه؟ طب انت مين؟ انا المتر. اللي ايه؟ بقول لسيادتك انا المتر. ده فرح تاجر قماش ولا ايه؟ في ايه يا عم الحاج؟ في ايه؟ ما تقابلونا بابتسامه، احنا ناس جايين نشتغل ومعازيم جايين الفرح، لازم نتقابل بابتسامه حلوه كده. يعني عايز ايه؟ اظرفني ابتسامه سريعه. اتفضل. دي زباله، يا ريتني ما قلت لك. ماشي. البوفيه من هنا؟ اتفضل. طب بعد اذنك حلسع لقمه خفيفه واتوكل على الله. ايه تلسع لقمه دي؟ طب شعل حداد. معاك دعوه؟ ايه؟ هل انت معك دعوه؟ عايز دعوه؟ ايوه. ربنا ياخدك. دعوه دي ولا مش دعوه؟ ومن قلبي انا مش قصدي على دي. اه دعوه. اي انفيتيشن. انفيتيشن ومتمطع قوي وانت بتقولها انفيتيشن. سهله اهي. اسمها انفيكشن يا حمار، وتعلموا انجليزي بقى. وبعدين لازم يبقى لك وجهه نظر في الشخص اللي واقف قدامك. انا انسان غير عادي. يعني ايه انسان غير عادي؟ ما انت زيك زي وجه الناس. لا انا مش زي الناس، واحب اعرفك بنفسي. اتفضل. انا الاستاذ الدكتور حسب الله حسب النبي، استاذ الطبله والايقاع. انا الطبال الاوحد في فرقه النجم هادي بيه قلق. طبلتي دي مختلفه عن اي طبله. آه. مش اي طبله بتعملها كده، بتقول دم. طبعا بتقول دم. انا طبلتي تقول دمك وابوك واللي جابوك، كل الحاجات اللي انت عايزها. مختلف. امال ايه؟ طب افهم بقى. اه انت بقى دكتور انف ولا اذن ولا بطنة؟ يا ابني انا قلت لك دكتور طبلة. انا من اهم دكاترة الطبلة في مصر. آه. انا اخش الفرح من دول اسبق الاستاذ هادي اللي انا بشتغل معاه. آه. ابص على المكان بتاع البوفيه، ابص على المكان اللي هيغني فيه، اشوف المعازيم قاعدين فين، اعمل كل حاجة. انا الطليعة، انا الموتوسيكل بتاعه، انا الطبال والسكورتي بتاعه. طب طبلوا فهمناها، يعني ايه بقى سكورتي؟ رجل الامن. انت جاهل وما بتفهمش في الانجليزي. ممكن اسالك سؤال؟ نعم. انت الطبال ولا مراته؟ انا اهم من مراته. الله. انا نغم في حياته. فين البوفيهاته؟ ده كده بقى باين عليه مجنوناته. بص بقى، انا هجيب لك الكبير بتاع الليله دي اللي لا حكومه تهمه ولا سجون بتلمه. وانت فاكرني ايه؟ انا بخاف. هات الكبير. طول بالك عليا. هاته. اتفضل يا كبير. اتفضل يا كبير. يا كبير قوي. اتفضل يا كبير قوي. اتفضل. اتفضل يا كابتن. يا صابر خش عليه. حد مضايقك؟ ايوه في واحد مضايقني ومش نازل من الزور. احتمال عشان مستقصرك شويه. معلش يا راجل. ده يبقى هو عملاق. ده هيلسوعك. ده مهم يالا؟ ده هيولع فيك. طب بقول لك ايه، لو حصل اي حاجه هحاسب لك الموبايل بتاع عيالي في البيت. اه ها، عشان لو رحت مستشفى ولا حاجه. مش هتلحق. طيب حلف. ها ربنا معاك. خش عليه. يلا يا ابني روح العب بعيد يا حبيبي، الله يكرمك. فين قالك كبير؟ هو ده اللي عندنا. هو ده؟ اه. مفيش اكبر من كده؟ بس شغال كويس. ده 36 وفرده شمال كمان. وبيمشي لوحده. بيمشي لوحده؟ بسم الله ما شاء الله، ده وشه نور. ايه ده؟ حسب الله. حبيبي. حبيبي حسب الله. ده انا كنت ناوي اعملها معاك. ازيك يا نحنوح؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشني. انا ازيك وازاي امك؟ الحمد لله بتسلم عليك. ده انا بقالي يومين ما شفتكش والله العظيم وحشني. وانت وحشني قوي حسب الله. طب ايدك بقى. لا مش دي، ايدك على بقيه المقاوله اللي بينا. مقاوله ايه حسب الله؟ لا هتركب لي الجزمه، هركب لك الحمار، انت عارفني. واخد بالك؟ احنا مش كان في شغل بينا؟ اخلي الاستاذ هادي قلق اللي انا بشتغل معاه يحب الست بسنت بنت خالتك ويتجوزه. الخطه تمت وفرحهم الليله. يعني كل شيء تمام. وانا عندي واحده حسب الله. حبيبي يا نحنوح. خالتي عدلات بعتلك شيك بقيه المقاوله 10,000 جنيه وفوقيهم بوسه. بالنسبه للبوسه عشان من خالتك انا هاخدها، انما الشيك ده انا ما يلزمنيش، انا احب فلوسي تبقى على الترابيزه عدا ونكتا. يعني عاوزهم عدا ونكتا؟ اه دوم لي دفعات حتى. 1000 2 3 ايه ده ال 500 دي راحت فين؟ ما تستهبلش. ما انا تعبت حسب الله. طب بقول لك ايه، امسك الفلوس ونتحاسب على القهوه. على فكره يالا، الاستاذ هادي اللي انا بشتغل معاه معجب قوي بالست بسنت، بيقول لي ايه مزه زي ما قال الكتاب. الحمد لله. اه والله. وعلى فكره يالا خالتك مزه برضه. خالتي عدلات؟ اه خالتك عدلات حلوه قوي وانا بحبها. اقول لك على سر حسب الله. قول. تعرف لو خالتي عدلات دي مش خالتي؟ اه. ما كنتش هقول لها خالتي.
ما انا كنت هتقول لها ايه؟ ما كنتش هقول لها حاجه، وانا كنت اعرفها منين؟ يا ابن الايه يا زكي؟ والله انت زكي يا انا. بس انت لا ايه ده؟ ايه؟ يعني انا ما شفتكش بقالي يومين، خسيت كل الخسسان ده؟ وانا خسيت قوي حسب الله. اه والله انت خاسس جامد قوي. انت هتوهشني ليه؟ انت بتعمل رجيم؟ رجيم؟ اه والله خلي بالك، اصل انا تخصص في الحاجات دي. الانسان لما بيخس في مناطق منه بتخس ومناطق بتضرب. مش انت خسيت؟ اه خسيت. فيك حاجه ضربت لازم. ما تواجهوشنيش يا حسب الله. اسمع كلامي والله، انا قاري في الحاجات دي اهو. بص، فيك حاجه ضربت والله. عينيك ايه؟ مالها عينيا؟ فيها حاجه بتحصل واحد لكل 60 مليون مواطن. ايه هي يا حسب الله؟ يا نهار اسود، ما فيهاش نني. ما فيهاش نني؟ اه وريني كده. اه بص، ما فيهاش نني فعلا. اه انا راخر اقول ايه اللي ضاع مني؟ اتاري النني. شوف شوف بقى مدى الخطوره بتاعت النني. ها، عشان انت فاكرني بهزر. انت فاكرني بهزر ومش فاهم. انا انت بتهزر. لا شوف خطوره النني بقى. انت متصور دلوقتي ان انا واقف قدامك صح؟ ما انت واقف قدامي فعلا. لا انا روحت. اه والله انا في البيت دلوقتي. انا في البيت قاعد ضارب البيجامه وبتفرج على التلفزيون وباكل بطيخه. اه طب وانا بص، هل انا خسيت شويه؟ انت خاسس قوي برضه حسب الله. ده لان انا جعان بقالي يومين ما اكلتش. اهو النعم. بقول لك ايه؟ ها. البوفيه فين؟ انت عايز البوفيه اللي كده؟ اه كده البوفيه اللي كده كده. اه وانتوا عاملين بوفيه كده؟ اه للناس اللي كده. ها، طب البوفيه اللي كده ده فيه سوشيس؟ اه الخواجه سوشيس، لسه معدي دلوقتي من هنا. خواجه سوشيس ايه؟ يلا، السوشيس ده اكل، في اكل محترم اسمه سوشيس، واكل اسمه هوت دورج، ده اكل معروف قوي. ده بيتحط في شنجوكشات طويله كده، وبيتحط عليه كشطب من فوق الوش. ايه ده؟ عارف الكشطب الاحمر اللي شبه الموركوكروم ده؟ اه اللي احنا بنحطه على الشنجوكشات، مش فاهمين حاجه وبنحطه كده وخلاص. آه. عارفه ده؟ اه والله انت ما عارف حاجه. انت مش بتجيب الشنجوكش بتفرد اهله قدامك كده؟ فردنا اهله. هات سوشيساية او هوت جرجراية. جبنا سوشيساية او هوت جرجراية. اسقل اهلها جوه الشنجاوكش. زعلك اهلها جوه الشنجاوكش. اللي احنا فردنا اهله. اللي احنا فردنا اهله. هات ازازة الكشطة. جبت ازازة الكشطة. اقعد رج في اهلها لغاية لما يبان لها صاحب. رجيت في اهلها لما بان لها صاحب. اسقل اهلها جوه الشنجاوكش. زعلت اهلها جوه الشنجاوكش. اللي احنا فردنا اهله. اللي احنا فردنا اهله. ابرم اهله. برمت اهله. ابرم اهله. برمت اهله. اقطم اهله. قطمت اهله. ادعي لاهلي. أنا كرهتك وكرهت أهلك. الأكل ده مزاج يا نحنوح، أنتوا ما بتعرفوش تاكلوا. أه النعم. البوفيه اللي كده من كده؟ أه كده. طب أنا داخل البوفيه اللي كده، وعلى فكرة يالا أي حد يسأل عليا أنا في البوفيه اللي كده. طيب. ركز معايا عشان أنت كده. طيب. أنا جوه. إيه ابن المجنونة ده؟ يقول لي هور جرجرايه وشيشوخسايه في كده؟ في كده في الدنيا؟ ايه في ايه؟ ليه ما عايزين تجيبوها لنا؟ ده بلع البوفيه وخلصوا الحاجه الساعه وكل حاجه حلو. مين اللي قال افتح البوفيه من اصله؟ ما دام عدلات هي لقيتني افتح البوفيه للمعازيم يا زفت. ما حدش يقول افتح ولا اقفل هنا الا انا. انا هنا الكل في الكل. انت يا ولد يا نحنوح. لسه قايل لك ايه وحياه والدك؟ ايوه قايل لي كده. خالتي عدلات هي الكل في الكل، تفتح وتقفل. اه الشويتين دول مش عليا، اصحى معايا. بص، اقفلوا الابواب، اقفلوا الشبابيك. انت عسكري على هنا، وانت عسكري على هنا، وانت عسكري عليكم هنا، امن جفاي. تمام يا فندم. ايه يا عم، في ايه يا عم عسكري انت؟ ايه ده؟ مين صاحب الفيلا دي؟ اهي. اشمعنى دلوقتي؟ اهي من شويه تقول انا، انا الكل في الكل. وبعدين انا عايز اسالك سؤال يا حضره العسكري. اتفضل. تداخل حضرتك وماسك لي في ايدك اللي ايه ده، وعمال انت يا عسكري اقف هنا، وانت عسكري تعالى هنا، وانت عسكري في قفايا. لا انا عايز اعدل عليك بقى. براحتي بقى، براحتي. ايه رايك لو اللي ورا جه قدامي؟ وانت بذمتك في واحد وراكي؟ يعني هو بذمتك في حد قدام؟ ما تصحى معايا، داخل تلوش ليه؟ انا صاحبه الفيلا، عايز ايه حضرتك؟ اقفل الابواب، اقفل الشبابيك، اقفل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات
والحنفيات معاها جلدة للساعة، جلدة للبطاقة، جلدة للولاعة. ايه ده؟ في انت كنت بتظبط حرامي في اتوبيس ولا ايه؟ ايه اللي جلدة للساعة؟ حضرتك عايز ايه بالظبط؟